أهلا السلام عليكم مشاهدين قناة كوتال فلاور، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير، أموركم هانية، انتم مزيان. المهم هادي غبرة وشون غبرة، ولكن أنا رجعت إن شاء الله غادي نعاود نبدا نصور. ماشي حبست ولا شي حاجة، غير ما كانتش لاصقة ليا وصافي دابا رزقت ليا الحمد لله. المهم مشينا عند دار حبيبي، كنا شناويين نباتو، خليت البنات تما وجيت باش نجيب شي حاجة من الدار باش نمشيو نباتو عندهم، وغادي نمشيو نطيبو الصف ولا حاجة. وهانتوما معانا، هانتوما معانا. صافي البنات، هنايا جيت لعند دار حبيبي ولقيت البنات جالسين كيتسناوني. توحشوني، ريتكم توحشوني. ملقيتهم دايرين مكياج كيتفرجوا. صافي ودابا غادي نوضو نطيبو العشاء، وجبة العشاء، العشاء ولا العشاء، شكون صحيح؟ صافي البنات، انا بدلت حوايجي دابا، بدلت البيجامة باش ندخل للكوزينة. وهنايا هاهي البرمة، درت فيها شوية ديال نضيتها، نقلب ليكم الكاميرا. صافي خديت البرمة، هاهي هنايا خديتها، درت فيها مطيشة، واخا عندها البرمة صغيرة، حنا مولفين برمة كبيرة دابا. المهم هي خديت واحد المطيشة قسمتها على جوج، ودرت داك الماء باش يسخن مزيان. صافي وغادا ندير شي ميكا باش نسد هادي البرمة من ديك تجي. وهنايا هادي الصفة خديت كيلو، وهنايا شوية ديال الزبدة، هادي جبتها غير من الدار، شوية ديال الزبدة. وهنايا خديت شويه ديال البرقوق والمشمش، المهم غادي نحطهم هنايا باش ما خديت البرقوق والمشمش ها هنايا، غادي نزوق بيهم. خديت البنات غير 10 دراهم. انا الصراحه ما كتعجبنيش هذه اللي ديك الصفه الاخرى اللي كتسقع اكثر، كتعجبني هذه، هذيك المدفونه، كيقولوا لها مدفونه، الصفه المدفونه، كي كيدير فيها الدجاج. ماما كتصايبها وكتجي زوينه، ولكن اكثري انا كتعجبني هذه اللي ناشفه، كتجي غير مزوقه من فوق. كي كيدير فيها اللوز، كي كيدير فيها كاوكا. المهم حنا غنديروا فيها غير كاوكا، وهذا الغليظ هذا غادي نديروه، نخويو عليه الماء طايب، وغادي نحيدوا ليه القشره ديالو، ونقليوه بشويه ديال الزيت، ونطحنوه بالمونينكس، ولا الا ما كاينش المونينكس ديروا المهراز، داك الشيء بلدي. هذا الزبيب غادي نديرو هنايا، وغادي نشللو. انا نحاول نشوف شي بليصه فين نحط التليفون، ما انا ما كاينش صور ليا، وما جبتش العصا ديال السيلفي ديالي، ما جبتهاش. اشنو هنايا؟ هذا السكر بلاصي. صافي والقرفه خلاص غادي نحتاجوها، صافي غادي نحتاجو الملح. المهم انتم معايا، راه ماشي شي حاجه خارقه للعاده، صفرا كنظن ان كلشي كيعرف يصايبها. ها انتما معانا، هو مش هذاك الزبيب غادي نغسلو مصفوف اللي كانوا راه اللي مسكون فيه وصافي. دابا من بعد غادي ندير فيه واحد الماء، نخلي بارد بس. التفويرة الثانية غادي نديرو الماء، التفويرة الثانية ولا الثالثة، حيت هو كيكون فيه طيب رياض اللي ما عرفتش مع المشكل، ما عرفتش واش تكونوا كتسمعوني مع الصوت ديال الماء. المهم الفيديو هذا كان تسمعي بزاف حماق شوية، ضحكوا معايا. صافي
لك هذا المطعم خايفة. واقفة البطم كتشوف يدي الأساس. دابا غادي نخلي هذا هذا غادي نزيد هنايا وغادي ناخذ هذا الصفر ما تبقاش على الكاميرا. غادي ناخذ شويه ديال الزيت غادي نديرها في الصفر. أول حاجة غادي نحيي الخاتم من هاد اليد تاني اللي مني أنا كنديرو في مني. غادي ندير واخا مكيعجبنيش ندير الخاتم في مني مكيعجبنيش ندير في مني. انت انا ولد اليد اللي مشي سالين انت انا ولد اليد العروقه ديال هاد اليد ديال القلب مشي سالين. حيدنا القلب دابا مكنخدموش حنايا بالقلب ولا عاطف كنخدمو بالقلب. الناس اللي كيخدموا بالعقل مرحبا بهم والناس اللي كيخدموا بالعاطفه حتى هما مرحبا بهم. غير هي العاطفه راه ما كتنفعش. من الاحسن تخدموا العقل 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 شي حاجه. فيها غير ديك الزيت كتولي هكا بحال من يد ما كتبان فيها ديك الزيت صافي كتخرخشي كتبان هكا كتبان بان راه فيها ديدا صافي. دابا غادي نوضحها هنايا وغادي نخلي داك الماء مازال يدير شويه باش نديرها هذه الفورة اللي تكون ملقطة. انا شفت البنات هذا شفت بزاف ديال اليوتيوبر وهذه واحد من خالتي حتى هي كدير ليها المطايب. ما عمرني درت ليها المطايب. انا كندير لها غير ما بارد كنضار القياس ديال الماء بارد وصافي هادشي اللي كاين. المهم هو حتى يدير الماء ونعاود نرجع صافي. هنايا درتها كتفور الفوره الاولى لما غنى داك الماء مزيان درتها هنايا كتفور صافي. غادي نخليها تفور ما درت ليها لا نشوف الا لقيت شي ميكان نديرها لا ما لقيتش نشوف شي طريف ليا بالتوب واخا يكون خفيف نلوي غير على هاد البليصه هاد صافي. ها نتوما معايا دابا غادي ناخذو شويه ديال الماء انا كندير غير الماء بارد
هادشي يكون ديما الناس عقال كتخطا. صافي انا درت التويره الثانيه ونحط الزبيب دابا يلاه نحطو هاد الدار. صافي هادشي دابا سخونه غادي ندير فيها ديك الزبده وغادي نعاود نخطاها. انا التويره الثانيه كندير ليها القياس ديالها الناس كي كتبان كل وحده بوحده كل حبه بوحده حتى راه طايبه طايبه هي الفرا دي ما غاديش ما غادي نقسمها على جوج ما غاديش ندير كلها ما غاديش نديرها كامله في طبقه واحده حيت ولات كثيره صافي نبقيت داك الطبقه وغادي نقليه وغادي نزول قريب ودرت داك البرقوق درت هذا كنستلته هنا صافي دابا غادي نرد هادي غادي نرد نص ديال هاي فوق صافي انا قسمتها على جوج الثاني غنديرو في الكوره الاخرى صافي انا غسلت يدي هيا درتها هنايا كنقول هادا بحال هكا ودابا غادي نحط الطبسيل هنايا بحال هكا غادي نقلبها صافي غادي نسيب بحال هكا غادي ناخد غادي ناخد هذاك البرقوق صافي البنات كما شفتوا كتجي على هذا الشكل هذا غير هو منين ديروا حاولوا تعمروها انتما بدات كتهبط ليا شويه من الجناب حاولوا تعمروها وبركوا عليها صافي وانتما معانا وكما شفتوا البنات المهم زينا من عند الدار حبيبي بعد ما عدنا معاهم تهشينا وندوز ديك المهيار زويون المهم هذا لغت لي جينا للدار وقلت ضروري ندير لكم سيمار في كل شي حاجه الصراحه ما كيعجبنيش نحط الفيديو غير هكا كدا خاصني نحط فيه سيمار في كل شي حاجه المهم عندي هنايا لافوكا نص لافوكا هو هاد الماسك البنات راه زوين حتى الشعر انا درت غير النص غادي نديرو غير وجهي نتوما الا بغيتو ديرو شعركم ديرو نص لافوكا الا كنتو غديرو غديرو حبه ديال لافوكا كامله انا غناخد غير النص وعندي هنايا معلقه ديال الزيت البلديه وصفر بيضه
وني هاي معلقه ديال الزيت ارغان، الا ما عندكمش البنات ارغان ما ديروهاش. المهم على حسب الزيت، المهم الزيت المهم زيت البديل ضروري ديروها. بغيتو ديرو زيت ارغان اللي متوفر عندو ديرها، اللي متوفرش ما يديرهاش. صافي غادي ناخذ انايا هاد لابوكا، هادي هي من الاحسن تكون طايبه، وهادي ما نديرهاش كامله، هاد النص ما نديرهاش كامل. كما شفتوا البنات هي ديك الحبه ديال لافوكا بدلت الزلافه، هذه طونسبارو باش تبان لكم. المهم خديت هذيك الحبه ديال لافوكا غير داك المصطيص، انا ما درتش داك النص كامل غير القياس، معكتها هكا في فرشيطه. دابا غادي نزيد عليها معلقه ديال الزيت البديل كبيره، معلقه ديال الزيت البديل يعني ناخذ جوج صغار، ها واحد ها جوج، غادي ناخذ هاد الجوج وغادي ناخذ هاد الصفر ديال البيض. وغنحرك بهاد المعلقة هادي، وغادي نزيد نزيد الأرغان لي قلت ليكم، أنا غير غادي نرش. المهم نتوما غادي ديرو، وخا عندي هادي كتقص شوية من أحسن حاجة. غادي ندير القياس ديال زيت الأرغان، ندير غير معلقة صغيرة. طبيعة الحال الا كنتو البنات غادي ديروا الشعر ديالكم غادي تدوبلو الكمية، باش حيت الشعر كيكون كتير. حنا غادي نديروها غير للوجه، وهاد الماسك هذا خطير للوجه وخطير للشعر. الا كنتو البنات ديروا الشعر من الاحسن ديروا بيضة كاملة بالبيض ديالو. انا هذاك البيض ان شاء الله غادي نعاود ندير لكم فيديو واحد اخر بالبيض ديال البيض اللي بقى لنا هنا، غندير لكم فيديو اخر ما نطيلوهش. صافي دابا غادي نحط هذا الماسك هذا، وديما البنات ملي تكونوا كنقول لكم الماسك، ديما الماسك منين غادي نديرو غادي يكون الوجه ديالي مقومي من قبل، خاصني ندير الكوماز خاصني ندير الكوماز عاد ندير الماسك، يعني انا راني مقومي الوجه ديالي. دابا غادي ناخد هذا الماسك هذا غادي نطبقو على وجهي هنايا عندي مرايا، يعني انا مغاديش نشوف فيكم غادي نشوف هنايا، غادي نعطي ممكن مرايا باش نطيحش ليا. صافي دابا نزيد هنا هضري، غادي نطبق الماسك على الجنب. ملي كنكون كندهن ملي كنكون كندهن كندهن وكنطلعها حيت بالماسك تحسي بوجهك تيبان. صافي هو انا دابا دهنت الماسك على وجهي، غادي نخليه ينشف، ومن الاحسن ما يكونوا دايرين شي ماسك على وجهنا اننا نترخاو نتكاو هكا واحد شويه واحد 10 ديال الدقائق ولا 5 ديال الدقائق بحال هكا. والعينين ديالنا يا اما ناخذو، انا ما عنديش، غادي ناخذو طريف ديال الخيار دويرات ديال الخيار نحطوهم على عينينا نترخاو. الا ما كانش الخيار غادي ناخذ الكوطون ديسك راه كاين عندي، غادي ناخذ الكوطون ديسك وغادي نرشو بالماورد وغادي نحطو على عينيا وغادي نتكا حتى ينشف ليا الماسك ديالي. من الاحسن ما نهضرش ملي يكون داير شي ماسك، من الاحسن ما نهضرش باش كتحسي بالوجه ديالك يبقى مجدود يبقى مجبد. صافي هادشي اللي كاين، خليكم معايا تنحيد الماسك من وجهي. صافي البنات كيما شفتوا هو بعد ما حيدت الماسك من وجهي، والله الا كتحسي بالفرق ما بين قبل وبعد، يعني كتحسي بالبشره ديالك ما كتبقاش ناشفه وما كتحسيش بدوك القشيرات هكا بحال الا كيطيروا، بالخصوص دابا مع الخريف وكان البشره كتولي بحال الا شاحبه ناشفه. هذا الماسك هذا كنصح به الناس اللي البشره ديالهم ناشفه، وراه زوين بزاف والله الا غير جربوه. وصافي البنات بقى لي نقول لكم الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش تدعموني بلي لايك وتابوناو في لاشين، والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.